في فيديو صادم جماعة أنصار بيت المقدس تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على كمين كرم القواديس الشهر الماضي وتغير اسمها إلى ولاية سيناء. كيف وصلت هذه الجماعة إلى هذا المستوى من التسليح؟ وهل تواصل السلطة الحلول الأمنية وحدها في مواجهة الإرهاب؟ بعد يومين من وفاة الدكتور طارق الغندور في السجن، ضحية جديدة في السجون المصرية. الدكتور أبو بكر القاضي فاضت روحه في مستشفى سجن أسيوط مصابا بالسرطان بعد رفض علاجه شهورا. ومنظمات حقوقية ترصد أكثر من 5000 سجين يعانون نفس المصير. مصر تخسر بهدف دون رد أمام السنغال في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الأفريقية، وتغيب عن نهائيات أمم أفريقيا لثالث مرة على التوالي. أهلا بكم من جديد، ونستكمل معكم فقرات مصر الليلة. أرحب مجددا بزميلي في تقديم البرنامج حسام يحيى في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا حسام. أهلا زين. والزميلة سارة رأفت تقرأ موجز الأخبار. أهلا سارة. أهلا زين، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز لآخر الأخبار. انطلقت مظاهرات رافضة للانقلاب في معظم محافظات الجمهورية في إطار أسبوع دعا إليه تحالف دعم الشرعية تحت الشعار عودوا إلى ثكناتكم. نتابع الآن جانبا منه على شاشتنا. قالت اللجنة العليا لانتفاضة السجون إن الموجة الثالثة من الانتفاضة التي ستبدأ في 18 من نوفمبر سيدخل خلالها المعتقلون في إضراب كلي عن الطعام، مع طرح كل خيارات التصعيد دون استثناء لإجبار النظام على تنفيذ مطالبهم المشروعة. وأضافت اللجنة في بيان أن عدد السجون ومقر الاحتجاز التي أعلنت انضمامها للانتفاضة حتى الآن بلغ 76. وأضاف البيان أن عدد الأسر التي أعلنت تضامنها مع ذويهم من المعتقلين بلغ 12,000، وتضم بمجموعها نحو 65,000 فرد سيدخلون في إضراب كامل عن الطعام تضامنا مع الانتفاضة. قضت محكمة جنايات المنصورة غيابيا بالسجن المؤبد على 7 متهمين من رافضي الانقلاب بمحافظة الدقهلية لاتهامهم بالتظاهر غير السلمي بحسب الحكم. كما قضت جنايات جنوب القاهرة غيابيا بالسجن المؤبد على 19 متهما لإدانتهم في قضية حرق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين. ووقعت عملية الحرق أثناء أحداث وزارة الداخلية عقب مذبحة بورسعيد التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي الأهلي في شهر فبراير من العام 2012. شيعت ظهر اليوم جنازة أبو بكر أحمد القاضي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سجن أسيوط العمومي بعد تعنت الإدارة في تقديم العلاج له، وهو مصاب بسرطان المعدة والكبد والبنكرياس. وقد رفضت إدارة السجن طلب زوجته نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي بعد تدهور حالته الصحية حتى توفي في سجن أسيوط العمومي مساء أمس. قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن قادة الانقلاب يرتكبون جريمة بالتدخل العسكري في ليبيا وإشعال فتيل حرب أهلية في سيناء، وهو ما يدخل المجندين والضباط في أتون نزاعات لا شأن لهم بها، وذلك بحسب البيان الذي دعا الجيش إلى العودة لثكناته. وأضاف البيان أن وفاة سجينين في أقل من 24 ساعة وارتفاع وفيات المعتقلين إلى 89 يمثل جريمة لن تسقط بالتقادم. وطلب البيان الثوار باستمرار الحشد لما سماها انتفاضة الميادين والسجون ابتداء من 18 من نوفمبر. بدأت وزارة الداخلية منذ 6 صباح اليوم السبت تطبيق قرار منع شاحنات النقل الثقيل من السير داخل المدن من 6 صباحا حتى 11 مساء. من جانبها حذرت شعبة النقل الثقيل في غرفة الإسكندرية، حذرت من الآثار السلبية للقرار على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن والسلع والبضائع. خرج المنتخب الوطني لكرة القدم رسميا من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وجاء ذلك بعد خسارته بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعته مع نظيره السنغالي في استاد القاهرة. أحرز هدف السنغال اللاعب مامي ضيوف في الدقيقة 8 من الشوط الأول.
كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة من أخبار. الآن عودة للزميل زين العابدين، تفضل زين. شكرا جزيلا سارة. نتوقف أيضا سريعا في محطتنا اليومية للتواصل الاجتماعي مع الزميل حسام يحيى. حسام. نعم زين. أهلا مشاهدينا، لمن يود المشاركة معنا في فقرة التواصل الاجتماعي بإمكانكم المشاركة معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، كما بإمكانكم أيضا كتابة تعليقات عبر نافذتنا الرئيسية الجزيرة مباشر مصر. ونذكركم الآن بما سنناقش في الساعة الثانية من هذه الليلة. قضيتنا الثالثة بعد وفاة اثنين من المعتقلين الأطباء في السجون، الدكتور أبو بكر القاضي والدكتور طارق الغندور، كيف ترى أوضاع السجون والمعتقلات في مصر؟ أما القضية الرابعة والأخيرة، خروج المنتخب المصري من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد خسارته أمام السنغال في القاهرة بهدف دون رد. إذن هذا ما سنناقش في هذه الساعة. لا تنسوا إثراء نقاش عبر صفحتين على فيسبوك وتويتر، وذلك كالعادة عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. شكرا جزيلا حسام. في السجون المصرية التي تعتبرها الداخلية أقرب للفنادق، مات حتى الآن 89 سجينا على الأقل منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو عام 2013. وقبل هذا التاريخ لم تتوقف آلة القتل البطيء داخل مراكز الاحتجاز الرسمية غير الرسمية في مصر. ومع ذلك يقول النائب العام إن معظم شكاوى المسجونين تتعلق فقط بساعات التريض، لكن معظم حالات الوفاة رهن الاعتقال هي إما بسبب التعذيب أو عدم علاج المرضى من المسجونين، ويبلغ عددهم الآن 5000 مريض في السجن وفق تقارير حقوقية. فإذا كانت السجون كالفنادق، فلماذا يموت فيها المسجونون؟ أم أن الموت في السجن هو قضاء الله الغالب وقدره الذي لا يرد؟ خلف هذه الأسوار العالية تقع العديد من الانتهاكات بحق السجناء، منها ما يخرج إلى العلن وتكشف عنه الظروف، ومنها ما يدفن مع الضحايا. قائمة طويلة من الانتهاكات كان آخرها وفاة المعتقل أبو بكر القاضي داخل مستشفى سجن أسيوط العمومي لينضم إلى لائحة الإهمال الطبي التي وثقتها منظمات حقوقية متعددة وتشمل أكثر من 80 حالة منذ انقلاب 3 يوليو. توفي أبو بكر بعد صراع مع السرطان الذي أصيب به قبل 4 أشهر. هدفتهم طبعا من أول وزير الداخلية وكل قاضي غير شريف في مصر، الأصغر أمين شرطة في مصر بالتسبب في وفاة زوجي، لي 4 شهور داخل سجون الانقلاب وهو بصارع مرض السرطان بدون علاج. قبل ذلك بيوم واحد توفى الدكتور طارق محمود إبراهيم الغندور، أستاذ الجلدية بكلية الطب جامعة عين شمس في سجن شبين الكوم، بعد تدهور صحته لثلاثة أشهر ورفض إدارة السجن نقله إلى معهد الكبد. المأساة يرويها زياد نجل الغندور. وسابوه من الساعة 3 للساعة 7:30 أو 8 بينزف، ما فيش أي حد قرب له ولا أي حد عمل له أي حاجة. هم لا ودوه مستشفى الجامعة، والداخلية كانت واقفة حواليه كده سايبينه قاعد ينزف مستنيين هو يعني يموت. القائمة التي تطول بدأت في سبتمبر من العام الماضي بالدكتور صفوة خليل ذي 57 عاما الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في سجن المنصورة العمومي لعدم تلقيه العلاج اللازم من مرض السرطان. الإهمال الطبي الذي يموت بسببه معتقل تلو الآخر، إضافة إلى أحكام يصفها الحقوقيون بالجائرة، بات علامة على الحالة التي وصلت إليها حقوق الإنسان في مصر. هناك أيضا تعنت شديد في المعاملة كما تقول أسر الضحايا. أحس إن هم قصدين الإذلال، أو قصدين إن هو لا في حاجة معينة جوة تتاكل يبقى بس هادي. طب هو مسجون ياكل ليه حلويات مثلا؟ طب هو مسجون ياكل ليه مخبوزات من بره؟ لازم يحسسوا إن هو فعلا مسجون، وإن هو يعني لازم يحسسونا إن اللي مسجونين دول مذلولين جوة. يأتي ذلك بينما يؤكد المعتقلون أنهم مستعدون للتصعيد كلما دعت الضرورة إلى ذلك. هنا تأتي الدعوة إلى مشاركة المعتقلين في انتفاضة السجون الثالثة مع مواصلة الحراك الثوري المناهض للانقلاب. وحسب بيانات متكررة للمعتقلين وأسرهم، فإن أوضاع السجون تزداد سوءا. وبينما يتوالى سقوط مزيد من الضحايا في صفوف المعتقلين السياسيين، يبدو أن الإهمال الطبي هو عنوان المرحلة لقتل المزيد. اللافت أن توالي فصول المأساة لم يدفع المنظمات الحقوقية المصرية إلى التخلي عن الصمت الذي لاذت به منذ اعتلاء السيسي قمة السلطة ضمن خارطة طريق رسمها الانقلاب العسكري.
ولمناقشة الوضع داخل السجون المصرية. أرحب بضيفي في استوديو مصر ليلى، أحمد مفرح مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، أهلا بك. أهلا وسهلا. ورنا فاروق المتحدثة باسم اتحاد شباب الثورة أو ائتلاف شباب الثورة السابق، أهلا وسهلا بك. راضية رنا عن وضع السجون في مصر بعد 3 يوليو؟ لا طبعا، ما فيش أي حد ممكن عنده ذرة من الإنسانية أنه هو يتوافق أبدا مع وضع السجون في مصر عامة، يعني من فترة كبيرة، يعني حتى مش من بعد 3 يونيو. يعني بالنسبة طبعا احنا عملنا حملات كتيرة. في فرق بين قبل 3 يوليو وبعد 3 يوليو ولا ما فيش؟ لا، هو طبعا الاختفاء القسري والرعاية الطبية والتعذيب، الحاجات دي كلها طبعا ممكن نقول ان هي زادت بعد، يعني زادت من خلال من اول 2014 وهي في زيادة. يعني احنا عملنا حملات كتير جدا حقوقية، اولا عشان الطلاب اللي بيتم القبض عليهم ان هم يبتدوا ان هم يطلعوا، او حتى يعني نعرف اماكن الاحتجاز، لان ان انت تعرف اماكن الاحتجاز دي مشكله كبيره جدا، ودي احنا بنضغط فيها جامد جدا. تاني حاجه توفير الرعايه الطبيه للي عندهم مشاكل صحيه داخل السجون. تالت حاجه التعذيب، وقف التعذيب والاختفاء القسري، وكمان الاماكن الاحتجاز الغير معروفه دي مشكله. وكمان اتكلمت فيها امنستي، منظمة أمنستي ويومن رايتس واتش اتكلمت، لكن هل ما يفعل في مصر، وانا بصراحه اكون صريح يعني معاكي في السؤال، فضل. من القوى المدنيه ازاء ما يجري في السجون المصريه من قتل وتعذيب واهمال، انه ناس مريضه وما يروحلهاش العلاج وتموت عشان ما يروحلهاش العلاج، بس مش لاي سبب تاني، انه ناس بواحد بينزف يتساب ينزف 3 ساعات عشان يموت بقى ويخلصوا. يعني هل القوى المدنيه في مصر تضغط بالدرجه الكافيه لوقف هذه المهازل في السجون المصرية؟ لا، هو طبعا عشان أكون صريحة معاك، يعني أنا مش عارفة أنت تقصد بمين القوى المدنية. بقصد ائتلافات شباب الثورة الكتيرة، بقصد الأحزاب المدنية اللي تأسست بعد الثورة واللي تأسست قبل الثورة، بقصد اليسار المصري، بقصد الليبراليين المصريين، بقصد كل من ليس له فكر إسلامي. لا، هو أنا اللي أنا أقدر أن أنا يعني أكون واثقة منه وأنا بقوله أن الشباب عامة بنسبة كبيرة جدا، بنسبة 90% بيضغط بطريقة كبيرة جدا في وقف الانتهاكات ضد المحبوسين يعني أو المعتقلين. رئيسة حزب الدستور وهي سيدة محترمة لما كلمت عن المعتقلين كلمت عن 3 بس في مقابلة أو مقابلتين يتم اتعاملوا معها، وحضرتك عضو في حزب الدستور كذلك، لما كلمت عن السجن كلمت عن 3 اللي هم الشباب بتوعها، الشباب اللي هم من حزب الدستور، لكن ما كلمتش على التانيين اللي هو المنظمات الحقيقية بتقول عليهم 30,000 و40,000، ممكن يكونوا 10,000، ممكن يكونوا 18,000، الله أعلم، لأن ما حدش عنده الأرقام الكاملة. لكن لما تتكلم عن 3 شباب من آلاف الشباب المسجونين واللي بيموتوا واللي اتقتلوا في الشارع واللي اتقتلوا في السجن واللي بيعذبوا، وتعذيب شفناه وأذاعته والصحف العالمية، يعني مش أذاعوه الجزيرة مباشر مصر، أذاعته الديلي تيليجراف، وأذاعته أمنستي انترناشونال، وأذاعته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأذاعته هيومن رايتس ووتش، ولما تتكلم عن 3 بس. هو أنا يعني أنا أقول لك على حاجة، هو طبعا أي ناشط سياسي أو أي حقوقي بيعمل في المجال السياسي أو المجال العام لازم يكون عارف كويس جدا إن الخطوات بتاعته وتصريحاته يعني بتبقى مأخذ عليه فيما بعد، حاليا وفيما بعد. فطبعا انا شايفه، يعني انا ما شفتش للاسف الحوار اللي حضرتك بتقول عليه، وما شفتش التصريحات كمان، بس انا شايفه ان يعني اي ناشط حقوقي في المجال ده واي ناشط سياسي في المجال ده هيكون ورقه ضغطه، هيكون بيضغط في اتجاه ان يتم وقف الانتهاكات ضد المعتقلين والاحتجاز القسري والاختفاء القسري، وان احنا نعرف المعتقلين اماكنهم فين واماكن الاحتجاز فين. دي حاجه مهمه جدا. وتستطيع الاحزاب ان هي تطلب ذلك بمنتهى الوضوح من السلطه وتفاوض عليه وتساوم عليه، لانه في ايدها اوراق كتير، ممكن تعلن مقاطعه الانتخابات لحد ما يتم فتح السجون ومعرفه ما يجري فيها، يعني في اشياء. بس هو واضح ان القضيه مش على اولوياتهم ان هم يفضلوا في العمليه السياسيه كده، يعني عايمين على وش الميه كده، لكن مش من اولوياتهم ان هو هدف العمليه السياسيه وهو ان المواطن المصري ياخد حقوقه، مش واضح في الاولويات، مش كده ولا ايه؟ هو ممكن يكون يعني في اراء بتقول او شايفه من نظرتها هي
الشخصيه يعني شايفه ان هو احنا نقدر نضغط لما يكون في انتخابات في شرعيه نقدر نتكلم في برلمان في كذا، فممكن يكون ده من وجهه نظرهم طبعا. يعني انا من وجهه نظري عن الفصيل اللي انا بتكلم عنه اتحاد شباب الثوره، احنا لينا معتقلين في كل حته، لينا معتقلين لما نزلنا ضد قانون التظاهرات في 25 يناير 2014، لينا معتقلين في شباب الجامعات يعني، فاحنا بنضغط بكل الوسائل يعني الداخليه والخارجيه. معنا ايضا عبر الهاتف السيده اسماء زوجة المعتقل المتوفى الدكتور ابو بكر القاضي الذي توفي في سجن اسيوط العمومي. استاذة اسماء البقاء لله، ربنا يصبركم ويرجع لكم حقكم. احكي لنا يعني ظروف وفاة الدكتور ابو بكر. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هو حضرتك اولا توفى في سجن اسيوط العمومي. هو موجود في السجن يعني بدون حتى قرار ايداع ولا اي حاجه، لان هو المفروض يعني مش على قوه السجن من يوم يعني من الشهر اللي فات، يعني القاضي اخر حاجه قدمنا طلب العفو الصحي عنه، فالقاضي كل اللي قدر يعمله ان هو عمل قرار ايداع في مستشفى قنا الجامعي. للاسف مستشفى قنا الجامعي ما كانش فيه الامكانيات اللي هي تشخص المرض اللي عنده، فاضطرينا ننقله على مستشفى الجامعي في اسيوط. قعدنا 10 ايام لغايه ما تشخص المرض وطلع عنده السرطان على البنكرياس والرئه والكبد، وكان بدا ينتشر طبعا خالص لان في كان في تاثير شديد جدا في الاجراءات. انتوا امتى بالظبط اكتشفتوا ان هو مريض بالسرطان؟ يا فندم الكلام ده كان من 3 شهور ونص بالظبط، هو محبوس من 1/1/2014. من 3 شهور ونص بالظبط كان عملنا اول اشعه مقطعيه في مستشفى الجامعي في قنا. كان خرجوه من السجن يعمل اشعه ويرجع ثاني، يعني دي كانت اول بدايه اكتشاف الورم. كان من زياده التاكيد كان لازم نسافر بيه اسيوط علشان نتاكد يعني الاجهزه. طيب لما انتوا عرفتوا ان هو مصاب بالسرطان، ايه الاجراء اللي انتوا اتخذتوه بعد كده؟ عملتوا ايه؟ بلغتوا مين؟ حاولنا يا فندم قدمنا طلبات للنائب العام بالافراج الصحي عنه، النائب العام طالما ده محال لقضيه جنايات انا مش مسؤوليتي، مسؤوليتي تبقى اتهام القاضي الجنايات بتاعه، فقدمنا الطلب في الجلسه الاخيره اللي هي من شهر تقريبا، فالقاضي يعني قال من شهرين، القاضي قال لا ده يعرض على الطب الشرعي، بعد ما عمل تقرير الطب الشرعي عرض على القاضي ثاني، قال يعني كل اللي قدر يعمله قال يودع في المستشفى الجامعي، يودع في المستشفى الجامعي لكن تحت الحراسه، يعني كان موجود في المستشفى الجامعي وكان الكلبش في ايده في السرير. كانت ايده متكلبشه في السرير. كانت ايده متكلبشه في السرير، هو يوم واحد اللي قعده في المستشفى الجامعي في قنا، الدكاتره قرروا انه ما ينفعش يكمل التشخيص بتاعه هنا، لازم يسافر اسيوط. ففي اسيوط كان محبوس برضه في غرفه السجن اللي هي داخل المستشفى، في غرفه للسجن تابعه لنقطه الشرطه بتاعت المستشفى. فكان برضه على حراسه من بره وكده، ما نقدرش ندخل له الا بمواعيد وما نقدرش يعني ما نقدرش نقعد طيب جنبه او كده الا يعني ربع ساعه في اليوم. من 3 شهور لما انتم اكتشفتوا المرض، هل الدكاتره قالوا لكم ايه؟ قالوا لكم ان هو ممكن علاجه ولا قالوا لكم ان هو وصل لمرحله متاخره؟ لا يا فندم، كان في مطلوب يعني تحاليل عينات وكده، فكانت العين بتتاخر في المعمل. كان على بال طبعا ما يخرج يعمل تحاليل او يعمل اشعاعات تاكيديه ياخد 10 ايام على بال ما السجن يحاول او يفكر ان هو يخرجه، لان مثلا هيطلع الفتن نتفاجئ ان هو طالع الثلاث عشان يعمل الاشعه دي. فكان في تاخير، وكمان عمل اشعاعات وللاسف اتلخبطت جوه السجن الاوراق بتاعت التقارير بتاعها مع مريض اخر، فالطبيبه قالت لا لازم انا اعيد التقارير من اول وجديد، يعني قعدنا يعني عدنا شغل شهرين في التحاليل والعينات عدناها تاني عشان الاهمال بتاع سجن اسيوط، ان هم لخبطوا تقاريره مع سجين اخر، فالدكتوره ما اعترفتش بالتقارير نهائي، قالت نعمل من اول وجديد، كله ده طبعا ما كانش في صالحه خالص، اولا ده بسبب الاهمال، ثانيا بسبب تاخر في اعطاء العلاج، يعني اليوم اللي حضرتك هو خد فيه اول جرعه للعلاج هو اليوم اللي توفى فيه. دي اول جرعه العلاج خدها اللي هو اليوم اللي توفى فيه اللي هو امبارح. اللي هو امبارح ايوه، وفعلا وكان في كمان حاجه يعني غلطتنا فعلا، ان هو المفروض دي قرار ايداع في المستشفى الجامعي، المفروض خالص التشخيص بتاعه في مستشفى سجن في مستشفى الجامعي في اسيوط يرجع المستشفى الجامعي في قنا، لكن المستشفى اللي هو غرفه السجن حولته على سجن اسيوط، حولته على سجن اسيوط في عربيه ترحيلات غير ادميه،
شالوه حضرتك بالملاية، أربعة شايلينه بالملاية وحطوه في أرضية الترحيلات، قمة الإهانة وقمة اللا أدنية وقمة اللا إنسانية. ودلوقتي كان قدامنا احنا، قدامنا احنا أهل شفنا الكلام ده، ورحنا عند سجن أسيوط لقيناه برضه موجود في عربية الترحيلات مرمي، لغاية ما الضابط دخل للمأمور بتاع سجن أسيوط يقول له أنا معايا سجين كذا والمفروض يدخل عندك، المأمور يقول له لا ده مش تبعي، هو يقول له ده رئيس نقطة المستشفى السجن بعته، وبقي هم الاثنين يتكلموا مع بعض، وده مرمي في عربية الترحيلات بره، وبعد كده حضرتك يرجع يطلع الضابط بره يقول لنا احنا مش عارفين نوديه فين. يعني شالوه، يعني هو خارج من المستشفى بعد جرعه العلاج اللي خدها، كانوا شايلينه في ملايه لانه مش عارفين يشيلوه لانه تعبان مريض. تعبان يا فندم، هو تعبان من قبل ما ياخد جرعه العلاج لان هو كان متاخر خالص في اعطاء العلاج، لكن هم مش عارفين يودوه فين لان في قرار ايداع في مستشفى الجامع. فهم الاثنين، هم الاثنين ده يقول ده مش تبعي، ده يقول ده مش تبعي، في الاخر مأمور سجن اسيوط قال خلاص انا هحطه عندي في مستشفى السجن لحد ما ابعت ترحيله توديه هنا. الفتره اللي خد فيها عشان يبعت الترحيله هي الثلاث ايام اللي خدهم في سجن اسيوط واللي هو توفى فيهم. اخوه حضرتك هشام القاضي محبوس في سجن اسيوط برضه هناك، فبعت له المأمور وقال له اتفضل اخوك توفى دلوقتي. فاداله التليفون وبلغنا بالخبر، وعلى هذا الاساس رحنا جبناه من اسيوط وخلص الاجراءات ودفن. البقاء لله وربنا يرحمه. وانا مش عارف اقول لك ايه يعني الحقيقه، يعني من الواضح انه في استخفاف بالارواح، من الواضح في حوادث كثيره. فانا يعني بعزيكي بالنيابه عن كل المصريين، ربنا يرحمه ويتولاه برحمته ويصبركم ويرجع لكم حقوقكم ان شاء الله. السيده اسماء زوجة السجين ابو بكر القاضي الذي توفي في السجن بعد رفض علاجه والتأخر في علاجه وعدم إيداعه مستشفى ليكمل علاجه ورجعه للسجن مرة أخرى. معنا أيضا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ أحمد قناوي الناشط الحقوقي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين. إيه حقوق هذا السجين يا أستاذ أحمد؟ طبعا حقوق أي سجين المعاملة الإنسانية، بمجرد ما يشعر بالمرض عرضه على الطبيب السجن ثم نقله للمستشفى إذا احتاجت حالته هذا النقل. الإجراءات دي معروفة وهذه حقوق معروفة، خاصة إذا كان هو في عهدة الدولة وعهدة السلطات التي تقوم باحتجازه. إيه الحالات اللي المفروض القاضي يفرق فيها عن السجين المريض؟ الحالة إذا كان سجن يعرض لخطر على صحته فورا يجب الإفراج عنه فورا، يعني لما القاضي عرف إن هذا المريض عنده سرطان المفروض القاضي حسب القانون يعمل إيه؟ المفروض فورا يفرج عنه، لانه احتجازه في هذه الاوضاع بتعرف حياته الخطر. اذا كان المصريين اللي خارج السجن وبيمرضوا فيما يتعلق بالرعايه الصحيه حياتهم اصلا معرضه للخطر، فما بالك اذا كان هذا سجين وكلنا عارفين اوضاع السجون المصريه شكلها ايه، وبالتالي اي مرض بهذا الشكل يستوجب الافراج عنه فورا. اذا لو حب اهل الاستاذ الدكتور ابو بكر ان هم يشتكوا مين بقى دلوقتي؟ تضمن كل حقوق السجناء، واي خلال بهذه الحقوق يرتب لهم الحق في التعويض. ليس هذا المهم بالنسبه لنا ولا بالنسبه لاهله، المهم الاساسي انه يتعامل المصريين بكرامه داخل السجون وخارج السجون، هذه القضيه المحوريه. صحيح. التي ينبغي. لكن هم اذا حبوا يختصموا احدا المفروض يختصموا مين دلوقتي؟ طبعا هناك بعد جنائي في هذه القضيه، وهناك بعد مدني. البعد المدني ده يتعلق بالتعويض، البعد الجنائي ينبغي ان يقدم بلاغ النائب العام ويتم التحقيق فيه ويثبت وعلى التحقيق ان يثبت انه عدم الافراج عنه هو الذي عرف حاله الخطر، وانه لو كان خارج. يعني هل يحق لاهل الشهيد دكتور ابو بكر ان هم يختصموا القاضي، ولا يختصموا وزير الداخليه باعتباره مسؤول عن السجون، ولا يختصموا رئيس الجمهوريه؟ المفروض يختصموا مين؟ وزير اولا يختصموا السلطات التنفيذيه في الدوله وكل من يمثلها، دائما رئيس الوزراء ووزير الداخليه ورئيس الدوله. ده معروف في القضاء، يعني ده معروف في الاجراءات. لانه تفتكر لو حد قدم دلوقتي قضيه ضد رئيس الدوله النائب العام هيقبلها او اي حد هيقبلها منه؟ انا بتكلم عن القانون مجردا يا فندم. انا صحيح. بتكلم عن القانون مجردا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد دناوي الناشط الحقوقي. اعود الى الاستوديو وضيفي الأستاذ أحمد مفرح رئيس مؤسسة مسؤول ملف مصر في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان. أنتوا وثقتوا حوالي 90 أو رصدتوا 90 حالة وفاة
90 النهارده بالنهارده 90 للاسف الشديد 90 وفاه المحتجز عبد محمد 30 سنه في اسم شرطه بولاء. الدكرور في شبهه تعذيب اهله اليوم كانوا عامل وقفه قدام السجن وعامل وقفه قدام اسم الشرطه. اتعرضت لهم قوات الامن اعتقل منهم ثلاثه. طلع تصريح رسمي من وزاره الداخليه بان كانت في محاوله لاقتحام اسم شرطه بولاء الدكرور من قبل اهله وإن هذا الشخص مات بسبب انخفاض حاد في الدورة الدموية. انخفاض حاد في الدورة الدموية يعني مات. يعني مات. يعني عشان بس ما حد يكتب له في الورقة بتاعته إنه مات بسبب انخفاض حاد في الدورة الدموية. الانخفاض في الحاد في الدورة الدموية. من هذا يعني في الكثير جدا من في الكثير جدا من يعني من التقارير أو من بيانات وزارة الداخلية يعني تصدر الرأي العام أن هذا الشخص هو جنائي. أن هذا الشخص ألقي القبض عليه منذ يومين على بتهمة أنه قام بسرقة سلاح ميري وهكذا مع يعني أتصدر أن هذا أن هؤلاء الجنائيين أن هؤلاء الجنائيين لا يعني لا دين لهم يعني لا قيمة لهم أو سواء كان جنائي بمخدرات أو جنائي بسلاح أو خلافه. للأسف الشديد خلال الفترة الماضية يعني فيما يخص فقط أعداد القتلى الجنائيين داخل أماكن الاحتجاز نحن نتحدث من 90 نتحدث عن 28 كانوا على ذمة قضايا جنائية. 28 جنائي من التسعين أتحدث في التسعين أتحدث على 62 قتيل معارض للنظام العسكري منهم 37 كانوا في عربية ترحيلات أبو زعبل. وللأسف الشديد يعني في كل المراحل اللي فاتت طبعا يعني أتحدث عن 12 النهاردة دي حالة 13 بعد إقرار اللائحة الجديدة للسجون. ازاي بقى رايحة جديدة تم إقرار رايحة جديدة للسجون الخاصة بالرعاية الطبية واللي احنا استبشرنا فيها خير ووزارة الداخلية وقتها قامت ووزير الداخلية بنفسه قال ان احنا لدينا الآن يعني حالة من حالات التواصل مع القانون الدولي والنظام الدولي وهذه اللائحة طبقا للقوانين والأعراف الدولية وقام المجلس القومي وهكذا. يعني لا وجود لها لا قيمة لها. عدد السجناء المرضى اللي هم يمكن أن يتعرضوا لمثل هذا المصير إذا لم يتم إسعافهم. للأسف الشديد نحن نتحدث عن 300 حالة خطرة فيما لا يقل عن 300 حالة خطرة. هؤلاء ما بين أمراض مزمنة يجب أن يتم معالجتها معالجة خاصة يحتاج أتحدث عن مرضى الكبد مرضى السكر في حالات المرضى مزمنين يعني يحتاجوا لأنسولين ويحتاجوا رعاية خاصة ونوع نظام أكل معين وهكذا. أتحدث عن أمراض للربو وأمراض الصدر وغيره مثل هذه الأمراض هي أمراض خطرة. 300 حالة خطرة من واقع نتخيل أنه من واقع أكثر من 5000 مريض داخل أماكن الاحتجاز الآن 5000 مريض من 28000 معتقل. هذه هي تقديراتنا يعني وإن كانت مخالفة فعلى وزارة الداخلية أن تخرج رأي عام كم عدد المعتقلين من داخل أماكن الاحتجاز كم منهم مريض وكم منهم في حالة خطرة. لكن الأزمة أن وزارة الداخلية تتعامل مع الأوضاع دائما بسبيل الكذب والنيابة العامة هي للأسف الشديد التي تشرع للانتهاكات وتفلت مرتكبي هذه الجرائم خصوصا من وزارة الداخلية من الأقل. نشوف أيضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيه تعليقاتهم على الموت في السجن. حسام يحيى. نعم زين. ما بين التعاطف مع المعتقلين واستهجان أفعالي السجان كانت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بنبدأ من فيسبوك مع حمدي بيقول الدكتور والمهندس حافظ القرآن يموتون في السجون والممثلة الراقصة تموت في المستشفى العسكري إنها مصر يا سادة. طبعا رغم ربنا يرحم الجميع. إيمان حسن بتقول المثل بيقول اضرب المربوط يخاف السايب لكن نظام السيسي بيقول اقتل المربوط ينتحر السايب ويجعله عامر. تعليق آخر من نسمة المريض المصري بشكل خاص سواء كان بالسجون أو خارج السجون كله بيتعامل زي بعض ما فيش أي تفرقة بينهم وما الشاب الذي مات والسيدة التي وضعت مولودها كلاهما أمام المستشفى منكم ببعيد وما خفى كان أعظم أو ما خفي كان أعظم. أسماء والتعليق الأخير من فيسبوك بتقول يعني ناس حرقت معتصمين أحياء هيصعب عليهم عياء المرضى. وننتقل إلى تويتر نبدأ بعبده معتقلات مصر تحولت إلى مقبرة لكوادر مصر العلمية ونخبها السياسية ومستشفيات الجيش تحولت إلى فنادق 5 نجوم لمبارك ومعالي زيد رحمه الله. أيضا تغريدة أخرى من قاسم علي قال مساعد وزير الداخلية في سجن برج العرب عندي أوامر بقتلكم لا تنسوا أيها الحكام موت شمس بدران كان عبرة ربك يمهل ولا يهمل. هذه المعلومة بالطبع يعني خاصة بقاسم. أشرف بيقول مصر السيسي لا تصلح للحياة على الأرض بل للحياة عند رب الأرض دي ميزة أو سيئة الله أعلم. التغريدة الأخيرة من عصام دياب هما مش قالوا سجون مصر فنادق عايزين نعرف
كان نجمة تحت الصفر. هو شمس بدران مات، مش هو لسه عايش؟ الله يرحمه. كان عايش. عموما انا مش عارف بقى الله يرحمه ولا بيرحموش، حاجه بتاعت ربنا. شكرا شكرا جزيلا حسام يحيى. اعود مره اخرى الى ضيفيه في الاستوديو، واكمل معك احمد مفرح، رئيس مسؤول ملف مصر في مؤسسه الكرامه. ايه اللي المفروض الدوله تعمله دلوقتي اذا يعني حسب القانون الدولي، حسب القانون الانساني الدولي، ازاي الحالات المرضيه داخل السجون؟ الدولة يعني من المفترض أنه التزامات منذ مصر في هذا الموضوع، منذ طبعا في شيء اسمه المبادئ معاملة السجناء. هذه مبادئ، هي مبادئ دولية وضعتها الأمم المتحدة لكل الدول الأعضاء داخل الأمم المتحدة، حينما تقوم الدولة بإلقاء القبض على أشخاص أو وضعهم بداخل أماكن الاحتجاز، عليها أن تقوم برعاية هؤلاء ومعاملتهم طبقا للمبادئ الآتية: المبادئ الخاصة فيما يخص الصحة، فيما يخص الزيارات، فيما يخص العمل داخل يعني فيما يخص أماكن الحبس ونوعيتها وهكذا. لك أن تعلم ويعلم السادة المشاهدين، الكثير الآن من المعتقلين أو المحبوسين بداخل أماكن الاحتجاز هم أشخاص محبوسين احتياطيا، والمحبوس احتياطيا طبقا للقانون لديه كمية من يعني الحقوق التي يجب أن يتم رعايتها طبقا للقانون. أتحدث أنا فقط عن القانون، لكن حينما تنظر إلى الواقع هؤلاء الأشخاص يعملوا أسوأ من معاملة الجنائيين. محبوس احتياطي ويوضع في سجن شديد الحراسة، محبوس احتياطي ولا يخرج للتريل، محبوس احتياطي ولا مريض سرطان وبتكلبش في السرير، في السرير، ومثل هذه واحدة بتولد وبتكلبش في السرير، مثل هذه الأمور. يعني هذه ليس لها علاقة بالقانون. للأسف الشديد الدولة الآن هي من تقوم بالقتل المسؤولين عن أماكن الاحتجاز، بداية من وزير الداخلية. ولا أخفي يعني أن النائب العام وكل النواب الذين عرض عليهم مثل هذه الحالات ولم يقوموا بتطبيق القانون، لأن المحبوس الاحتياطي ده تدبير، دي مش عقوبة، ده تدبير، ده شخص النيابة حبسته خوفا من بعض الأمور. أما أن يصل الأمر إلى أن يكون احتجازه هو عقوبة في حد ذاته، بل ويقتل في أثناء حبس احتياطي، فهذه جريمة يجب أن يعاقب عليها النائب العام ووكيل النيابة الذي أصدر هذا الأمر، ليس فقط وزير الداخلية أو مأمور السجن القابع فيه المعتقل الذي مات بداخل أماكن الاحتجاز. الأزمة الأكبر أن أكبر أعداد القتلى داخل أماكن الاحتجاز هم في أقسام الشرطة، هم في أقسام بعد أن تحولت أقسام الشرطة مش مرضى، عربية الطرحلات ما كانوش مرضى، لكن أنا بعيدا عن عربية الطرحلات لأنها جريمة. للأسف الشديد حتى كل الجرائم، أتحدث عن 90 جريمة قتل لم يتم التحقيق فيها، لم يتم حتى 37 في عربية الطرحلات لم يأخذوا أي فألة المجرمون من العقاب. النيابة العامة حولت القضية إلى مهزلة، وبالتالي فنحن إزاء إشكالية كبرى، إشكالية تتعلق بتطبيق القانون من قبل وزارة الداخلية أو في مصلحة السجون، وإشكالية كبرى تتعلق بعمل النيابة العامة وشرعنتها للإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية. يا أستاذ زين، بتاريخ 17/9 اللي فات النائب العام طلع وقال إن احنا فتشنا 13 سجن، منهم سجن من العمومي. بعدها بأسبوع توفي المعتقل عصام احمد عبد الله عنده 64 سنه بداخل سجن المنيا، اللي قال عليه النائب العام انه سجن نظيف وسجن كويس واشاد به. هذه امور كلها فيها خلل، فيها خلل واضح في كل شيء، خلل في القيم وخلل في تطبيق القانون وخلل في كل حاجه. وبالتالي النيابه العامه هي شريك اساسي في الجرائم وفي الانتهاكات التي ترتكب بداخل اماكن الاحتجاز. هل يمكن ان يكون هنالك اي نوع من العمليه السياسيه في ظل هذا الوضع رنا فاروق؟ كلمة العملية السياسية من وجهة نظر الأوضاع أحزاب وانتخابات ومش عارف إيه، وكان كل شيء طبيعي يعني. لا طبعا، هو يعني ما ينفعش يكون في مواطنين مصريين بيموتوا من جراء الإهمال، سواء داخل السجون، في المستشفيات، خارج في الحوادث. يعني ما ينفعش يكون مواطنين مصريين حقوقهم غير كاملة، مش عارفين ياخدوا حقوقهم، بيتم الاعتداء عليهم، تمييزهم، إهمال، موتوا بالإهمال بكل طرق أنواع الإهمال. ينفعش يكون في حياة سياسية قويمة في يعني في الشكل اللي احنا يعني اللي احنا فيه دلوقتي. أنتوا كشباب ثورة شايفين أنه في ظل هذه الأوضاع يمكن أن يكون في انتخابات برلمانية ومش عارف إيه، والأمور تمشي طبيعي بقى ونستكمل العجلة والمسيرة الديمقراطية وشيء من هذا القبيل، ولا أنه لا، أنه خلاص بقى احنا لازم لابد من وقفة الآن، وانه لا احنا الطريق اللي ماشيين فيه مش هو ده الطريق اللي عايزاه ثوره 25 يناير اصلا؟ لا، هو فعلا احنا قلنا مرارا وتكرارا ان احنا نعم وافقنا على خريطه الطريق، لكن لما ينحرف الامور عن مسارها واجب تصحيح المسار ده. خليني بس اقول حاجه مهمه بالنسبه لموضوع المعتقلين والسجناء، ان
الأوضاع المعيشية للمعتقلين والسجناء دي مشكلة أكبر من حتى المعتقلين والسجناء اللي عندهم مشاكل صحية. ليه؟ لأن الأوضاع المعيشية الحالية اللي موجودة بطريقة الإهمال اللي موجودة بتؤدي إلى أمراض وإلى نكسات. هذا يعني الرجل الله يرحمه الدكتور أبو بكر دخل السجن سليم بالظبط، يعني هو جاله سرطان جوه السجن. عرفنا سجون عباره عن يعني اوضه صغيره جدا وفيها اكتر من 300 بني ادم، فطبعا دي مشكله كبيره. ايضا الزيارات، المفروض ان مصر يعني ماضيه على مواثيق دوليه، والمفروض ان لجنه حقوق الانسان في جنيف من اسبوعين ادانت اللي بيحصل في مصر بالنسبه للنشطاء او في العمل السياسي، وبالذات في حالات الاختفاء القسري والتعذيب في السجون. طب ده هيودي مصر لفين؟ يعني هيخلي الناس بقى تخاف وتقول بقى ده بيموتوا يعني بيعذبوا في السجن، ولا هتخلي الناس تروح زي ما شفنا في فيديو انصار بيت المقدس تاخد طريق تاني خالص الشباب في مصر؟ لا، هو بالنسبة لأنصار بيت المقدس والتنظيمات دي تنظيمات إرهابية، دي إحنا مش يعني ما ملهاش أي علاقة بالمشهد السياسي سواء اختلفنا أو اتفقنا معاه. فالتنظيمات الإرهابية دي ليس لها أي علاقة بالمشهد السياسي وأوضاعه في مصر، دي تنظيمات إرهابية خارجية. لكن الوضع في مصر بيخلق لها بيئة مناسبة ولا لا يخلق؟ لكن بالنسبة للوضع السياسي في مصر إحنا يعني أو الشباب بيحاول يصححه بطريقة سلمية. وأنا قلت قبل كده إن من ضمن الطرق السلمية دي والطرق السلمية المحترمة جدا اللي ملهاش أي هدف سياسي هو انتفاضة الجامعات. أشكرك شكرا جزيلا رنا فاروق، متحدثة باسم اتحاد شباب الثورة السابق، وأشكر أحمد مفرح مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان. وما زلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. مصر تخسر بهدفين دون رد أمام السنغال في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الأفريقية، وتغيب بالتالي عن نهائيات أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.